زين هاي واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التشيقية الوطنية متقاعد الجيش الوطني الشعبي ومعطوبين وجرحى وأراضي الشهداء وذوي الحقوق والمشطوبين. لحد الآن الحمد لله، يعني نقول الحمد لله، نقول بارك الله فيكم على تلبية الدعوة اللي تبقى من هي من أساسيات هذا النظام. وقبل البدء أنا في عجالة ما شاء الله ربي بالأمر هذا، نرحبوا خوتنا مناضلين اللي نتشرفوا بهم ويبقوا ديما الواجهة تاعنا في الناحية الشرقية وفي التسيقية الوطنية. ملصق الولائي خونا رضوان، والرئيس لجنة الشؤون القانونية خويا فاروق، وخونا محمد كذلك ممثل تاع المكتب ولاية قلبي. الشكر لهم الحضور، وهذا يزيدنا شرف. هذا الشيء خوتي بتفهموا زين، حسب انا ما نشوف الكلام، الناس مازال ما استوعبتش ايش هي القضيه وايش هو النظام وايش هي التنسيقيه اصلا. التنسيقيه اصلا هذه يا خوتي، نحن اذا حكينا كعسكريين قدامى وكرما كرنا تغناو في بناتنا، نحن محاربين العشره السوداء، وحنا اصلا التنسيقيه هذه خرجت من رحم المعاناه، خرجت من رحم معاناه هذه المتقاعد الجيش الوطني الشعبي، وخرجت بالتكاتف والتآزر والتضامن. علاش اليوم نزيدوا حنايا على بعضنا البعض؟ غبينا في امور كنا في غنى عنها. خلينا اصل النضال وهو الالتزام بهذا التنظيم والاعتراف بهذا التنظيم. عندما يكون تنظيم معترف به بيناتنا كمتقاعد الجيش وايمانا بحقك الواحد انت الذاتي، راه يجي جميع الحقوق. احنا قلنا الحق الاول اللي كنا يعني سطراته التنسيقيه، وهو رد الاعتبار والكرامه لهذا المتقاعد في ظل وظروف هذه الدوله الجديده وهذا النظام اللي احنا لحد الان نبقى احنا اولاد النظام، ورانا اولاد المؤسسه، ورانا اولاد احنا شرف كبير انتمائنا لهذه المؤسسه العريقه. ولكن نحن في منأى اخر على كل التاويلات وكل التشويه لصورة هذه التنسيقية وخاصة التنسيقية. أنا أقولها اليوم بصراحة، شرف المتقاعد اليوم تاع الجيش الوطني الشعبي مسطر ضمن هذه التنسيقية أبوا أمرضوا، لأن لو هذه التنسيقية اليوم ما شافوهاش في المسار الصحيح ما تكلبوش عليها جميع في الجزائريين كسلطات محلية كسلطات ولائية حتى كقيادة تاعنا اليوم اللي راهي الدورة ظهرنا لينا. احنا اليوم حابين نجيبوا الاعتراف الرسمي من وزارة الدفاع الوطني. كي تجيب هذا الاعتراف تاعك تجي مع الحقوق. احنا اليوم إذا ما اعترفناش بعضنا البعض كمحاربين قدامى، كعسكريين قدامى، نمتازوا بالصرامة، نمتازوا بالاحترام والتواضع فيما بيننا. لأن الشيء الكبير اللي رانا فاقدينه اليوم هو الاحترام مع بعضنا البعض، وما ناش مقيمين بعضنا البعض كعسكريين. أن كنا في خندق واحد بالأمس، كنا كمعطوبين كجرحى كمشطوبين، لكن خوتنا ما نسيتوا بلي كاين خوتنا اليوم. علاش النضال اليوم السيمة تاعو نقصت؟ لأن ماهوش حابين هذه التنسيقية تكون في كتلة واحدة، ماهوش حابين هذا التضامن يكون اللي أجج. كاين ناس رانا ماهوش حابين توصل لحقك تاعك هو الأول ورد الاعتبار، راه كاين الناس راهي مأزمة، راهي عايشة في فراش المرض. نتمناو خوتنا ان شاء الله ربي يشفيهم. خوتنا جرحى راهم يعانوا. ولكن اليوم الحق واحد يجمعنا كاملة يا جماعة الخير. أنت اليوم إلا في الولاية الواحدة تلقى السلطات
المحلية ولا السلطات الأمنية اليوم ما مش عطيتك اهتمام. أنت ماكش عطي اهتمام للتنسيقية. لو كان اليوم راك عطي اهتمام لهذا المكتب الولائي والمنسق البلدي هذا اليوم أنا اللي نلومه. أي نضال على مر الأمم، أي نضال، أي قضية تتطلب تضحية وتتطلب تضحية للذات الواحدة فقط به تجي الجماعة. احنا إلا مشينا ككتلة واحدة اللهم بارك، بصح ماناش عمليين للدرجة اللي نشوف فيها في الفيسبوك فضل الأزرق. لازم نكونوا عمليين وكونوا واقعيين. راهي مازال حقوق متعالقة على مستوى الرئاسة. اليوم رانا قفلنا باب، تأخير وهي الرئاسة، قفلناه بالقيل والقال بلا فايدة. قفلنا قناة حوار مع وزارة الدفاع متمثلة في المصالح الاجتماعية وعلى رأس هذا الجنرال تحماني اللي اغتنم الناس هذو خاوتنا المتقاعدين باش يقفلوا هذا الملف. قفلوه بالقيل والقال تاعنا اللي احنا ما عطيناش أهمية لبعضنا. أعطينا عدة أطروحات من قبل التنسيقية، واليوم الناس تطالب عدة أفكار وعدة أطروحات وعدة توجهات كانت التنسيقية سباقة لها. طلبنا التغيير، طلبنا إعادة الهيكلة، طلبنا فتح قنوات، شكلنا لجان باش نتواصلوا مع جميع السلطات في البلاد، ولكن لا جدوى. لأن أن المتقاعد اليوم ما هوش يسمع وينزل للواقع باش ينزل هذا المنسق البلدي ولا المنسق الولائي ولا المنسق الجهوي، راه يروح للفضاء الازرق يفرغ كلش فيه، ولكن واقعيا راه يندى له الجبين. راه اي انسان يطلع في الفضاء الازرق بعيد كل البعد على التنسيقيه تلقى الناس كامل كومونتي معاه، تلقى مناضلين فعالين في التنسيقيه يكسر في التنسيقيه بهذا الكومونتير، وهذا عيب علينا. اليوم ثاني نوجه رساله للناس خاوتنا، عيب عليك وعار انك تجي للتنسيقية وتقول انا مناضل وتستفاد منها بطريقة اخرى وتخلي خالتك اليوم يعانوا. لو خالتنا يا جماعة تصلوا على النبي، هذه امانة نرعوها بيناتنا. الى نرعوها حق الرعاية نتفضلوا، والى ما نرعوهاش نتفضلوا ريحوا في بيوتنا. مش راك باغي تجيو انت اليوم الصيفة تاعك كمتقاعد ليش وطن الشعبي ويتغنوا بيك وبالتضحية تاعك وانت اخر مواطن في الجزائر راك مصنف انت هو الفقير الجزائري بكل لك معلومه. اليوم فان دو ميناج في اي مؤسسه من المؤسسات تخرج خير من هذا المحارب اللي كان يوجه بصدر ورصاص. فان دو ميناج راه تخرج خير جريح حوادث العمل. احنا قلنا التنسيقيه مازالت الحقوق عالقه، نتعاون ونجيبوها باذن الله تعالى. كاين التزامات اليوم رئيس الجمهورية هذا المشهور وهو الوزير الدفاع المشهور هذا النداء، نقولوا له سيادة الرئيس الجمهورية وكقيادة وزارة الدفاع والله لو تنفصوا تنصفوا هذه الفئة والله ما تكلكم روح وطنية مستقبلا بإذن الله تعالى لأبنائنا. كيفاش اليوم أبنائنا يشوفونا نحن نعانوا وعانينا الوليدات سبحان الله، ولكن على غرار ذكر هذا كل شيء على ما تكونش قابلية بعضنا البعض باش نخرجوا ككتلة واحدة وتكون لنا الصوت في البلاد هذه. طلبنا قلنا التغيير، طلبنا مجالات عدة، طلبنا الأمور القانونية، ما كانش توافق. هذا الشيء يستدعي دائما مراجعة النفس خلطنا، ولكن كان شيء أكبر من هذا هو التواضع والاحترام، لأن اليوم إثبات الحضور تاعك ولائيا هو اللي خلي الاستمرارية للنضال. ما دام أنت اليوم بلدية ما مشاتش ولا ولاية ما حضرتش فيها ما يحتاجكش انا ضمودي في برنامج وطني. كاين الناس راه تقزم من امور الولائية، بالعكس راه كي يكون نشاط على مستوى الولاية راه فيها خير. اسمح لي رشيد، اسمح لي قول له خليه يجي، قول له خليه يجي قول له خليه يجي يدخل. راه تاع اللي يرجع قول له خليه يجي. انا قايل Thank you.
فاتت. كاين نقطة أخرى ثاني بارك الله فيكم. أجمع أعطونا شيء كالم، أجمع شيء كالم. النضال هذا ماهوش في التواصل الاجتماعي. النضال هذا أي إنسان ما حبكش توصل لحقك اعلم بلي أنك على حق. الله شرف ليك. احنا حبينا نستعملوا هذا النضال في الإطار السلمي، في إطار أخوي، في الإطار تضامن. والله صدقوني نعطيكم مثال فقط. عندما تكون التنسيقية اليوم متضامنة وتكون كتلة راهي تخلي البصمة وتخلي الأثر. والدليل لأن اليوم نخاطب خوتنا اليوم راه اليوم عندهم مستوى منصة التواصل الاجتماعي. أنت اليوم إلى التواصل على مستوى التواصل الاجتماعي تتكلم وتقول وتغير، وأنت في البلدية الواحدة تاعك ما قدرش تغير منسق بلدي. كيفاش يكون منظورك أنت في الولاية في الجهوي في الوطني؟ راه ما يكونش برنامج فيه نتيجة. بصح اليوم كي تعطي أهمية لهذا النضال وتعطي أهمية لحقك الذاتي راك توصل بإذن الله تعالى. كاين حاجة أخرى ثانية تفهم بإذن الله بارك الله فيك. إحنا ما زالنا واقفين عند وعود رئيس الجمهورية وهو الوزير المكلف، هو الوزير الدفاع اللي راه يقول عندي ملف متقاعد الجيش الوطني الشعبي بيدي. احنا رانا واقفين وما زلنا واقفين على العهد تاعهم، ولكن احنا ما عطيناش عهد لبعضنا البعض في هذه القضية على الجدية. مما يتطلب علينا اليوم مراجعة أمور كثيرة. لأن لماذا؟ التنسيقية أبدا فكانت في غنى على ظروف البلاد. أبدا. ما زلنا اليوم محافظين على هوية تاعنا كمواطنين جزائريين نمتاز بالروح الوطنية لأعلى ما تصور الناس، ولكن ما تجيش اليوم أنا تعلمني الوطنية وتتغنى لي بيها وتقول هذا الناس ضحاوا ضحاوا وداروا، ولكن في المنع الآخر ما تصفش هذا الناس. هذا الشيء حبيبي، هذه الكرامة. بارك الله. اليوم أخوتي المتقاعد الجيش الوطني الشعبي بصفة عامة راه يعاني، لأن الظروف المعيشية هذا الراتب، هذا اللي الراتب الزهيد اللي راه يتقاضاه خوتنا المتقاعدين راه ما يكفي ما يسدلوش حاجياته اليومية. اليوم السن تاع المتقاعد رانا نشوفوا رانا في السن مع الوقت رانا نكبروا يا أخي بنات الخير. آخر السن تاعنا اليوم أكبرنا شحال؟ أكبرنا راه أحافيه راه عنده حفظانه. مما يتطلب علينا اليوم احنا ثاني نراعوا خوتنا المتقاعدين، راه كثير من الناس يتواصلوا معنا يقول لك نبغوا نجوا التنسيقيه، بس احنا التنسيقيه هذه لازم لها شويه تنظموا رواحكم، تطلعوا المستوى شويه، تحسنوا الظن في بعضكم البعض، راه كثير حابين يجوا. كاين حتى ضباط عندهم غيره على التنسيقيه. ولكن اليوم انت راك معذور اخي المتقاعد، انت راه ماكش تحضر، راك معذور، واحد راه خدام، واحد راه مريض، راه واحد كذا، ولكن الضرورة اليوم الملح هو إثبات الحضور. كي عيط لك المنسق الولاية أحسن الظن فيه، لأن أبينا أمرضينا دشوا في وسطنا كلمات مصطلحات اللي خلات هذا التكسار هذا النضال لمصلحة الغير، لمصلحة الفردية، لمصلحة الجماعة، لمصلحة فلان علان، ما خدمتناش ما خلتناش ربيه. ولكن في عجالة شاقول خوتي اليوم خلي كمل بارك الله اوكي كمل خلي كمل كمل الله. كلمة أخيرة، إذا أردتم أن إن شاء الله بربي يكون فيها إن شاء الله بربي نتيجة للمستقبل أننا نخرج ونتوعاو ونقوموا دماء بالتحشيش كما قال خويا محمد في محفوظ، الأقل نزوروا بعضنا البعض، حفظوا هذا السيلة، حفظوا هذا التواصل، حفظوا هذه النعمة تاع ربي سبحانه جابها لنا سبب من الأسباب. كان هذا المتقاعد في مضى لم يكن له خبر، واي شيء جابته هذه التنسيقيه ولو بالنسبه قليله اعلم باللي الناس قدمت تضحيات عليه. بالمناسبه نحيوا خوتنا الجرحى تاع النضال، نحيوا خونا الهاشمي، ونحيوا خونا رضا، ونحيوا خونا طبوش، خونا عاشور، كل الجرحى تاع النضال هذا. الناس راهي قدمت التنسيقيه راهي قدمت فاتوره غاليه، وزادت قدم التضحيات بالامس. اليوم ما ينبكش ضميرك عندما تشوف خوتك اليوم تضربوا
ما زلت متابعة قضية قضايا بتم التنسيقية هذه. هذه المتابعات القضائية أصلا راه الشرف لي ورانا مقصرين في حق خوتنا هذو. علاه ما وقفناش وقفة معاهم تاع رجال؟ لأن علاه اليوم دسوا في وسطنا بشرقوا. سمعوا لي مليح خوتي، هذه النقاط اللي حنقولها هي اللي خلات المتقاعد يسمعها برك بلا ما يشاهد بلا ما يقيم الحجة على خوه. بشرقوا، دخلونا في حير، دخلوا في السياسة، باعوها. هذه كلش مصطلحات من السلطات الأمنية ومن خاوتنا المتقاعدين لا ماهوش حابين التنسيقية هذه توصل. في غرار أنه يوقف مع أخوه المتقاعد اليوم يروح عند القيادة التنسيقية اللي انتفعوا منها بطريقة أخرى كمنظمة كأحزاب كجمعيات انتفعوا كانوا من هذا الهيكل، وهو في الأخير هذا المتقاعد أصلا هو اللي ما انتفع والو لحد الآن. أعطونا حق من الحقوق دفعنا فيه 100%، وعلى رأسه هذه الكرامة والاعتبار نطالبه منه من هذه الوزارة الوصية الاعتراف منها رسمي. ما زال ما اعترفوش بنا، ما زال يشوف فينا أفراد خدامين في الوحدة. والدليل قانون الاحتياط العسكري هذا يعطيك دلالات ويعطيك استفهامات ويعطيك تعجبات أنهم لا يريدون لهذه التنسيقية أن تكون في الوجوه، لأن عكرة الصف حتى النظام السياسي عكرات الصف تاعو. كاين الناس راهم مدين باستهزاء هذا النضال، هذا راه مدين التنسيقية هذه حاجة لعب. كاين اللي راه يجي نشوفوا في التواصل الاجتماعي، كاين اللي راه يديفولي فيها، كاين اللي راه يجيب فيها الوقت. لازم نكونوا عمليين إلى حقيقة تقول لها عسكري وامتاز بالانضباط وامتاز بالصرامة، طبقها مع خوتك، وقف مع خوك، احسن فيه الضبط. الدار انفاليد بصحته، ادى سكنة بصحته، بصح ما تسمحش بخوف. وقف مع خوتك، كمل معه حتى الاخير. يا اخي الراجل يقول لك راجل، انا نكمل معك، انا واحد من الناس. انا حيت ساكن الحمد لله، وراني قاعد معك في النضال نتواصل معك، ما اديش لانفاليد. ما عنديش مرض، ما اديش لانفاليد، رانا صابرين حتى نشوفوا الصيغه باذن الله تعالى خارج هذا القانون اللي يبقى جائر في حقنا، حتى جائر في حق الناس اللي خدامه. هذا القانون معاش عسكري خوتنا، نحكوا صراحه خوتنا صف الضباط العاملين او الكونتراكتيين راه في الخدمه راه غبنهم. في المنع الاخر ان خوتنا المتقاعدين من رجال الصف راه صفهم. انت اليوم انتم راكم تبالكم واقيلا بلي شتوا 200,000 و 300,000 اليوم نحكيها خوتي محمد. هذه ماهيش زياده، ما يكون لكم مالك، ماهيش زياده، راه نقص لك من الراتب تاعك. كي يدير لك الضريبه انا ما خليش ضريبه، انا ما يدليش انا واحد ونص من الحد الادنى لاجور. خلي لي الضريبه وطلع لي في الصلاه باش نستفاد مستقبلا بمزايا الراتب تاعي. هذا الشيء اللي باغي نوصلو يا خوتي، باش نتعاونو نديرو اليد في اليد. مازالت الحقوق عالقه، مازالت المطالب عالقه، وعلى راسها كذلك اللي المتقاعد راه يعاني. روح لمصالح الصحه المركزية أو الجهوية كانت، شوف تعامل كيف يتعاملوا معاه، كيفاش اليوم تزيد تهين وتدلو قرض. أنت تعلم باللي هذا المتقاعد عنده راتب زهيد ويزيد تدلو قرض، هذا استهزاء بنا. مازال الطحان يخدم في الشوطي يقول لك تنسيقية الزرد، ومشينا في اللايف نطيح له. نشاف نشاف خوتنا المتقاعد أنه المؤسسات اللي راهي تخدم كامل في العمران ولا أي مؤسسة، راه هذا المتقاعد مازال يدمر، راه 50 سنة مازال يدمر في الشنطي. ما زالت الناس تخدم عليه وخدموا عند إرهابيين. اليوم المرأة تاعنا، نزيدوا نحكوا على الموضوع كامل سلمنا قبرها معمر. اليوم المرأة تاع المتقاعد إلا كانت حقيقة الدولة هذه اللي تعطي منحة البطالة 13,000 دينار جزائري، تسحق مرت العسكري هذه تدي 2 ملايين. لا ما تدي 2 ملايين. التنسيقية طلبت 30% إلى 50% من الراتب المتقاعد الزوجة تاعو، لأن عانات معها بالأمس وما زالت تعاني معها اليوم. نحكي لها نفسي أنا 6 أولاد، علاش المرأة هذه ما ترعوهاش؟ نسيت أنا المرأة، المرأة المتقاعد هذه ماهيش مواطنة، ماهيش جزائرية. ما تغلطوش يا جماعة الخير تقولوا بلي رانا زادوا لنا، ما زادوناش. راهم نقصونا، كانت الضريبه لو كان خلاوها على الراتب تاعنا راهي 8,000 دينار جزائري يا جماعه الخير. صافي رانا نزيدو نشارلو 300 وحده اخرى.
علاش ما نهضروش حنا الا ما صفناش القانون هذا؟ على ما تعرفش كانوا نضربوا الطابله. انا نعرف العسكري اليوم في التنسيقيه المناظر اللي كان يريكلامي ويعالج على الهضره في الكازينه كما كنا بكري هو اللي راه قدام. اللي كان بارح خايف ما يقدرش يريكلامي وما يعرفش حقوقه وواجباته في المؤسسه العسكريه اثناء الخدمه في النظام خدمه الجيش، ما اليوم ما عندوش الحق باش يدخل التنسيقيه اللي ما يعرفش حقيقه حقه حقيقه. وقف مع حقك. ما تدقوش مع الاشخاص، ما تسمعش فلان دير فلان دير. اعطي الحقيقه للهيكل هذا التنظيم، لان ما اجج الظروف الناس خلتهم يقيموك بعض الاوقات، لان هذا التنظيم قلقهم بالتالي خلقهم، ما بغاولاش يكونوا منظمين، ما بغاولاش يكونوا كتله واحده. اعطينا فرصه، تنسيقيات فرصه باش تشاركوا، باش تندمجوا. هذا سبب من اسباب انك تطالب حقوقك بطريقه اخرى. سد الباب هذا، نفتح حضور اخرى وراها مشكل، ويكون في جو تشاوري، يكون فيه يعني الالفه، تكون فيه الاخوه، فيه التضامن، التعاضد. احنا كاين اشكال في التنسيقيه، نقولوا نديروا بصح ما نستمروش. نقولوا نوقفوا بصح ما نوقفوش. لان كثر الكلام تاعنا، كثره الكلام لا تؤدي الى التاثير. كثرة الكلام راهي تنقص من المنزلة تاع هاد الناس، ولا كشركة تنسيقية ولا كهيكل. اليوم إذا تطالب لي في بوزرارة أخرج لي في لايف، بوزرارة ما تحركش، وأنت ما تحركش أصلا. باغي بوزرارة يخدم وحده؟ باغي هذا المكتب الولائي يخدم وحده؟ محمد شردود راه بيكم أنتم. والأمس عطاتنا دلالات قيمة. إلا راك باغي القيمة تاعك، زيد النقطة بدل نحكوا لها. المتقاعد اليوم راه يهان في الطرقات. ريهان عند المكاتب الإدارية، راه لا يعطوه قيمة حتى في المصارع الاجتماعية. رانا نشوف وخاف، وهذا وهذا زين. حتى الجرحى، حتى الجرحى خاوتنا الجرحى نحاولهم، حتى البون اللي كان يدو 50% البون تاع الطيارة عند الوقت في 2018 قيادة تلقاه يقارح في كامراشيف، قال له كيفاش كامراشيف يدي ستة ليبي؟ لا تعطي له من جيبك كذا عسكري وضحى من اجل البلاد، على ما يشفاش؟ على المجاهد بكري، المجاهد كيفوت كيفوت المجاهد في الـ في الـ في الـ في الحاجز المراقبه يديروا له هكا. علاش حنا ما نمتازوش بهذا الشيء هذا بيناتنا اولا، بيناتنا اولا كمتقاعد؟ لان احنا ما عطيناش قيمه لبعضنا. كيفاش يقيمك هذا الوالي؟ كيفاش يقيمك هذا رجال الامن هذو؟ مره يطالبونا يقول لك روحوا رجلوا روحكم ونظموا روحكم وراح تهضروا معنا. لان مؤسسه قائمه بقوانينها وعندها اهميه بليغه لازم احنا ثاني نحترموا المؤسسه تاعنا ونحترموا كمحاربين سابقين، ونحن دائما نبقى اداه تواصل للاجيال الجايه باذن الله والحافظه لنا. هذا ما اردت ان اقوله باذن الله. ما تقولوش وبارك الله فيكم.